السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي ندير لكم تحت الطلب ديالكم جولة في طليمطات، واش كاين شي جديد بالنسبة لطليمط الروميين وديال موبرا. طلبتني الاخت عالية، اخت مريم، اخت سعاد الى غير ذلك. مهم اللائحة طويلة، وانا راه الاشارة ديالكم فيما احتاجتوا شي حاجة كتبوها ليا. الدار داركم كما كيقولوا. الناس اللي كنتواصل معاهم في الخاص كنصيفط لهم الجديد ديالي حيت ما كانوش كيتوصلوا بي لحقاش ما داروش النقر على الجرس، وبغيت نستغل هذه الفرصه هذه ونطلب منكم تاكدوا واش درتوا النقر على الجرس هكا كي ان الجديد ديالي دائما يتوصلوا به. وان شاء الله راه كاين فيديوهات جديده اللي متحمسه وغتستافدوا منها ان شاء الله، فنخليوها هكا مفاجاه باش ان شاء الله تكتشفوها معايا. اليوم انا مشيت لسوق الويزيه كما قلت لكم، بغيت نفيلمي لكم طليمط الروميين حيت طلبوني البنات قالوا لي عاودي رجعي جيهان وفيلمي لينا. المهم هادو طليمطات عند واحد السيد، المحل ديالو سميتو افريشات ديال التيسر، كاين في حد السوالم جو بونس. المهم بالنسبه لاكارت فيزيت ديالو غنخليهم لكم هكا متسلسلين، يعني الحانوت الاولانيه الرقم ديالها اللي هو في المثل الاول بالنمره تاع التليفون. هادو مشكلات اللي كتشوفوا معايا، راه كنت ديجا صورتهم ولكن حيت طلبوا مني نعاود نصور فبغيت نعطي لهم الديطاي هكا على الطليمطات. راه كيجيو بكري تقريبا مع شي 6 ونص ياك اخويا؟ مع الربعة. المهم هانتوما البنات، راه سميت المحل ديالو افريشات التيسر، هو راه كاين في سوالم. الناس اللي كاينين في سوالم سيروا عنده، راه كيدير اثمنه مزيانه، وبالنسبه لهاد الاثواب هادو راه كاليتي ديالهم غزاله البنات، راه كيما قلت لكم 45 درهم. المهم هادو طلامط الاخرين حيت هو باقي مازال يلاه كيعلق، غادي نصورهم لكم هما رولو ان شاء الله وشوفوا واش عجبوكم. وخذوا النمره ديالو من صندوق الوصل، راه سميتو عبد المجيد، وخذوا عنده ان شاء الله الاثواب اللي بغيتو. هادو هما الاثواب البنات، هما هادو. كاين هاد الثوب هذا اللي فيه الوريضات في الخضيدار والشيبي، وكاين هاد اللون هذا اللي فيه هاد النقيطات هادو، وكاين هاد اللون اللي فيه الغوز. وهادو كذلك هوانيت راه حلو دابا باش يعلقوا. مهم تقريبا راه نفس الاشكال غير الالوان اللي كتختلف. صافي البنات، انا دابا غادي نخرج من عند عبد المجيد وغادي ندوز ان شاء الله عند واحد السيد اخر. والبنات انا رجعت لكم دابا عند الحانوت الثانيه، راه سميتو هشام. هادو هما الطليمطات اللي كنت ديجا صراحه صورت لكم في الفيديو الاولاني اللي لحت، ولكن حيت طلبوني البنات وقالوا لي صوريهم لينا بشويه باش يبانوا لينا، ولكن جيت اليوم واحد شويه كاين الحال ديال الشتا، يعني ما كاينش ديك الشمس اللي غادي تبين لينا الالوان مزيان. مهم غادي نحاول ما جدي. هادو هما الشكل اللي عنده دابا اللي حاليا حيت باقي مازال كيحط، كاين هادو اللي في الغوز بارد. مهم الثمن ديالهم راه مزيان. شحال قلتي لي الثمن اخويا؟ 45 درهم، ورا لا كاليتي ديالهم غزاله، راه واقفين شويه الثوب ديالهم. دا هو الشكل ديالهم، راه كاينين مختلفين.
هانتوما كما شفتوا معايا راه كاين هذا الخضر هذا اللي فيه هاد الوريضات في الوسط، وكاين الثوب الاوني ديالهم هكا باش كيداروا مخيدات حيت هما واحد شويه مشارجين باش ما كتجيش تفريشه مشارجه. هانتوما البنات حيت خليت الدري كيعلق في دوك الطلامط الروميين، وجيت لهنايا هادو ديال موبرا حيت طلباتني واحد الاخت سميتها عاليه كنتواصل معاها هكا في الخاص، وجيت عنده كنجمع انا والسيد اللي كاين هنايا. مرحبا بيا. وقال لي راه ديجا كانوا اتصلوا بينا الناس بزاف من بلدان كثيره، عيطوا لينا بزاف ديال الكليان وقالوا لنا الا بغيتوا راه غندوزوا عندكم في شفشاو تما كاين. راه يدوزوا عندنا الا بغاو تما كاين راه يدوزوا تقدوا. مرحبا بهم. حيت كاين واحد المعرض في شفشاون وغادي يمشوا ان شاء الله يحطوا فيه. هانتوما الناس ديال شفشاون راه غادي يجوا عندكم ان شاء الله من بعد واحد جوج سيمانات، وغادي يجيبوا هاد الطليمطات هنا اللي كاينين في الويزي وغادي يجوا عندكم. هاد الاثمنه اللي كنت قلت لكم راه هما اللي بقاو. واش اثمنه تغيروا هنايا في السوق الويزيه؟ لا قالوا بلا حنت جات شي زواقه جديده كتغير. هانتوما البنات سمعوا، راه قال لكم الا جات شي زواقه جديده هي اللي كيتغير الثمن ديالها، ولكن هذوك الاثمنه اللي ديجا انا صورت راه الثمن هو هو ياك اخويا. اثمنه هما هما. العاليه راه كنذكر سميتك ونعاودها، راه كاينه في اسبانيا. هادو مطليمطات كاين هاد اللون هذا الخضر الملكي غزال هذا صراحه، وكاين هاد الكرونه. شحال الاثمنه ديال هاد الطليمطات؟ هادي دايره 2900، الاخرى دايره 70 درهم. هادي 2900. هاد الزرقاء هادي دايره 2900، وهاد الكرونه اللي حداها 2900 بحال، وحتى هي 2900. هذا اوني ديالو شحال؟ بحال بحال حتى هو 2900. هادي هي اللي قال لكم شحال؟ 70 درهم. هادي 70 درهم واقيلا بحال اخضر ملكي جو كخوا. بحال بحال حتى هي 70 درهم. وهاد لو غري هذا بحال بحال 70 درهم. هادو كاملين شرف، هادو كاملين هانتوما سمعتوا بودنيكم، هادو كاملين 70 درهم. حتى الزرق صراحه زوين. وكاين هاد الخضيضر هذا، وكاين هاد لو نوار ولو غري. هادو كنت ديجا صورتهم ليكم في لا فيديو ديال الطلامط الاولانيين، اما انا حد ديجا صورت ما كنتش باغا نجي نصور، ولكن حيت طلبوني البنات ما يمكنش المتتبعات ديالي الوفيات يطلبوني وما لبيش الطلب ديالهم. كاينه عاليه، كاينه مريم، كاينه فاتحه، بقيت عقلت. كاينه واحد، كاين واحد خويا سميتو يوسف، اسماء كثيره. المهم داخل بكونت يوسف، ما عرفتش صراحه واش راجل ولا امراه. وكاين هاد لو غري هذا، هذا زوين صراحه. وكاين هاد هادو كاملين. هادو اللي كتشوفوا معايا هنايا كاين هاد الجوج هادو مع هاد الجوج هادو. شحال قلتي لي اخويا راني نسيت؟ هادو 80 درهم. هانتوما كتشوفوا معايا 80 درهم. ومن هنايا يعني من هاد التوب هذا، هذا خوه ديال مخاد. ها هي الزواقه ديالو كيفاش دايره. وكاين هاد الاحمر هذا شويه ميل الكرونه مع هاد لو بيج حتى هو. وكاينين هادو تقريبا ياك من هنا، هادو قال لي 40 درهم. هادو كاملين 40 درهم. خويا مرحبا بك، الا بغيتي تبان في اليوتيوب على الراس والعين. ما عندي حتى انا ما عندي حتى شي مشكل.
هادو كاملين البنات 40 درهم ياك اخويا باش ما نغلطش. ها انتم البنات 40 درهم اذواق تختلف. كاين سبحان الله العظيم شي حاجه ما تعجبنيش انايا وتعجبك انت، وكاين شي حاجه تعجبك انت وما تعجبنيش انايا، اذواق تختلف. نتوما تخيروا اللي عجبتو شي حاجه يجي للسوق. هذا شحال دير هاد الكرونه هذا اللي هنا؟ هادي 14 مية البنات. وهاد هاد الفيولي اللي حداها شحال دايره؟ هادي 40 درهم. هاد 40 درهم باش ما نغلطش البنات، وباش حيت هو قال لي كلشي هنا 40 درهم، ولكن هاد الكرونه هذا ديجا انا صورته وقال لي دابا 70 درهم. 0 11 40 99 96 96. صافي البنات هذه هي النمره ديالو، غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، دوزوا عنده. هو كما قال لكم من هنا جوج سيمانات غادي يمشي شفشاون، غيجيب كاع الطليمطات ياك اخويا. يلا الله يعاونكم. والبنات انا جيت هنايا عند السيد رقم 3، المحل ديالهم سميتو باشكو، راه كاين حدا الوازيس 69. ها نتوما كتسمعوا راه كيصحح ليا. المهم هادو هما الطليمطات اللي طلبوني عليهم البنات، راه باقا مازال غادي وكنصور باش نحاول انني ما امكن نكون لبيت الطلب ديالكم. هادو اش كيتسمى هاد الثوب هذا عفا خويا؟ هذا الثوب رومي. هذا الثوب رومي، هانتوما تشوفوا الشكل ديالو، انا ان شاء الله غادي نفيلمي لكم شويه بشويه باش يبان لكم. وهادي الطلميطه ديالو، ها هي راه الثوب تبارك الله غليظ، يعني ماشي داك الثوب اللي هو خفيف. المهم هانتوما كتشوفوا معايا راه كاين هاد القهوي هذا، وكاين هاد اللون هذا كذلك، كيجي زوين وكيجي واحد شويه مفتوح. حتى هاد لو غري جاي مع الزيتي، صراحه هاد الثوب هذا زوين. وكاين هذا كذلك فيه شويه ديال القهوي وشويه ديال الكرونه، والطلميطه ديالو العاديه هي هذه. هادو صراحه ما كنتش صورتهم، هادو هما اللي كنت ديجا صورت. المهم هادو الاتميه ديالهم 45 درهم. كاين هاد فيولي هذا مع لوغوز، المهم راه حتى انا اليوم راه جيت باش ناخذ هكا طليمطات السيجور كما صورت لكم، بغيت نبدل واحد شويه. كتعرفوا مع الوليدات الصغار راه كيتغيروا الطلامات وكيتوسخوا دغيا، غندوز نصور لكم كذلك هاد الطلامط. هادو اش كيتسموا الطلامات؟ مبرا الروميه هادي دايره 75 درهم. زوين هاد اللون هذا في الكرونه، هذا 49 درهم. هما كاملين دايرين 75 درهم الميتر. حتى الربع حتى العدد الزرق هاد الباج هادوك اللي هي 90 درهم. حتى العدد الزرق انا غادي للزرق ونوريه لهم ان شاء الله. كاين هاد لو كغي هذا. وكاين هاد الفيولي كذلك كيجي بهذا الشكل، قال لي حتى العند الزرق. هادو كاملين دايرين 75 درهم المتر. ابتداء من هاد التوب هذا دايرين 90 درهم. راه كاين هاد لو بيج هذا اللي كيكون خفيف داخل مع واحد شويه ديال الكري، وكاين هاد الكرونه ايضا مع البيج، وكاين هاد الزرق هذا حتى هو 90 درهم. كاين كذلك هاد الكرونه هذا اللي فيه الطلميطه اللي غايي. المهم كاين اللي كيلعب على هاد الالوان، ماشي بالضروره غايي هي اللي تكون في الطفريشه، يقدر يكون مخاد فيهم بهذا الشكل. المهم هادشي كامل 90 درهم حتى لهاد الخضر.
هذا فيه زراق وفيه شويه ديال الماغون اللي كيكون خفيفه ولا الكري. غنفصل منو جلابه هذا. شحال؟ جي جلابه واعره. جي واقفه. والله العظيم. تلاق مع السمر حيت جاي. هادو اللي هنايا اللي كيبداو من هاد لو ماغون قال لي دايرين 45 درهم. مهم القنت حتى القنت انا راه مازالو كنصور لكم. هادو تقريبا هما الطلامط اللي عنده. هادو كلهم 45 درهم. يلا البنات انا غادي نخليكم، الا عجبتكم شي حاجه راه النمره ديالو ان شاء الله غادي نخليها في صندوق الوصف، دوزوا عنده وخذوا عنده داكشي اللي بغيتو. هانتوما البنات انا جيت عند واحد السيد هنايا كيحط تخفيضات الحبيب العوار في تماره، راه معروف. المهم ها هو العنوان ديالو والنمره ديال التليفون ديالو. الناس اللي كاينين في تماره دوزو عندو، راه عندو طلمطات غزالين. هادو هما الطلمط الرومي اللي عندو. انا غادي نصور لكم هكا، شوفوا هكا الشكيلات وكل واحد كيما قلت لكم على حسب الذوق ديالو. شحال ديال الاثمنه ديال هادو عفاك؟ هادو دايرين 35 درهم. هادو كاملين 35 درهم. شوف رومي وراه واحد شويه ما هماش غلاض ما هماش رقاق. شوما البنات كاين هذا فيه هكا هاد اللوينات، المهم كلهم فيهم الوريضات وكيتختلف الالوان ديالهم. المهم هو ما معلقهمش باش يبانوا لكم مزيان، وانما غير دايرهم هكا رولو كما كتشوفوا معايا. وهادو اللي اوني دير ليهم 40 درهم. ما عندو اللوان صافي البنات. الا بغيتو هاد السيد هذا راه كاين في تماره، سيروا عندو ان شاء الله غنخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف، راه هي هادي.
المهم انا دابا كاينه عند المحل رقم 5، هادو اثواب بن سليمان، هادو ثواب كاملين روميين، غنخليكم تشوفوا الاثواب اللي عنده. هادو دايرين 45 درهم ياك اخويا، 45 درهم نيشان، ما غاديش نقول لكم بالريال ولكن بالدرهم هكا باش يفهموا الناس الاخرين. هانتوما البنات اثواب بن سليمان، النمره ديالهم 06 70 70 93 93 45 45 10 10. وكيكونوا هادو هما طلمت الروميين وديال مونبرا اللي طلبتو ليا. المهم نوامرهم كاملين غنخليهم لكم في صندوق الوصف، اللي قريب ليه شي محل يمشي عنده يكتشف الطلمت اللي عنده. وبالنسبه للطلمت اخرين صراحه ما كاينش شي جديد اللي جايبين، والاغلبيه ما حاطش مع العيد، فهادو اللي لقيت وحاولت انني ما امكن ما نصورش لكم داكشي اللي كديجا صورته. تتكون هذه هي نهايه ديال لا فيديو، نتمنى تعجبكم، والا عجبتكم كنتمنى تبارطاجيوها مع الاصدقاء وديروا لنا قرع الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. مع السلامه.